ازيكم يا جماعه؟ معاكم ساره صبحي. الفيديو النهارده هيتكلم عن ماذا يوجد في حقيبتي بس قبل الجواز وبعد الجواز. يلا بينا نبدا الفيديو بسرعه. الفيديو الاول، شنطتي قبل الجواز كان فيها ايه؟ نفتح مع بعض ونشوف. كان فيها فلوس، ورقه شوكولاته، ده الطبيعي. انا من الناس اللي كان شنطتي فيها زباله، ماشي، علبه كريم ودار سيت، ودي ورقة لبان، مكياج 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 مكياج، الوايبس عشان امسح المكياج، ودي اللي هي الورقة اللي بيدوها اللي بيوزعوها في الشارع بتاعت البرفانات، والمكنسة طبعا، الموبايل. ماشي، دي شنطتي قبل الجواز. تعال بقى نشوف بقى شنطتي بعد الجواز. نيجي بقى على شنطة بعد الجواز، فيها ايه؟ فيها بامبرز، بامبرز تاني، عروسة، كارت الملاهي، مصاصة، وايبس، نفس الكارت اللي بتوزع عليها في الشارع، مفتاح، رسيد، روج. هو ده الروز اللي معايا بعد الجواز، لازم اطلع نفسي لازم. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص، ويا رب يكون عجبكم. طبعا في الفيديو الجاي، باي باي.